في إطار تنفيذ آليات الخطة القومية للقضاء على مشكلة التعاطي والإدمان، افتتح مركز عزيمة بمحافظة مرسى مطروح كأول مركز من نوعه متخصص في تأهيل مرضى الإدمان. محافظة مطروح ما فيش فيها مركز للعلاج ولا التأهيل من مرض الإدمان، هذا هو المركز الأول في محافظة مطروح. هذا المركز مش بس لخدمة أبناء مطروح ولكن لخدمة أيضا أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى. هناك قوائم انتظار كبيرة في مستشفى المعمورة للصحة النفسية فيما يخص العلاج من الإدمان، ده هيؤدي إلى تخفيف الضغط على مستشفى المعمورة للصحة النفسية. أيضا هناك العديد من الاتصالات اللي بتجيلنا من المحافظات المختلفة على 16023، فبنقدر نحدد الطلب في كل محافظة. ده مركز حضاري متطور، نتمنى إن شاء الله إن هو يقوم بالدور بتاعه عشان نحمي شبابنا وأبنائنا، لأن هم دول الذخيرة بتاعت والحرب القادمة دايما حرب على الشباب. نتمنى إن شاء الله ربنا يحميهم ونتعاون جميعا ونتكاتف جميعا لنجهز المنظومة. أنشئ مركز عزيمة على مساحة 7000 متر ويضم 27 غرفة، بالإضافة إلى مبنى إداري وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية للتأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع. النهاردة المركز رقم 24 اللي احنا بنقدم فيه خدمات علاج مرضى الإدمان وتأهيل مرضى الإدمان. النهاردة الحقيقة المركز في محافظة بالنسبة لنا محافظة في غاية الأهمية، لأنها محرومة من خدمات علاج الإدمان. أقرب مركز علاجي لمحافظة مطروح على بعد 300 كيلو، وبالتالي كان مهم جدا ان احنا نقدم خدمات علاجية لأحد المحافظات الغالية علينا والمحرومة من خدمات علاج الإدمان. وجودنا مع يعني الأخوة في افتتاح هذا المركز هو تضامن وأيضا استفادة من الخبرات، وبصراحة أنا شفت شيء يعني أبهرني من تحويل مكان كان تقريبا مهجور متروك لسنوات إلى مكان لعلاج الإدمان، وإحنا نحن نعي ونعرف مدى الإمكانيات المطلوبة في إعادة مثل هذا المبنى. تعزيز التعافي الكامل عبر تزويد الأفراد بالوعي والمعرفة وإتاحة الخدمات العلاجية بالمجان لإعادة بناء كوادر شبابية وتوفير كل سبل النجاح.